أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات شرح منهج الماس للصف الأول الإعدادي الفيرست تير. Today إن شاء الله we will take lesson 2 in unit 4 in geometry, which is the relations between the angles. الليسون بتاع النهاردة يعتبر استكمال للليسون السابق اللي اتكلمنا فيه عن بعض أنواع الأنجلز. لو بسرعة كده نراجع احنا الليسون السابق قلنا فيه ايه؟ قلنا فيه ان انا عندي 6 انواع من الانجلز، هنقولهم بسرعة كده الـ types of angles. انا كان عندي 6 types of angles، عندي الـ zero angle، الـ acute angle، الـ right angle، الـ obtuse angle، والـ reflex angle، والـ straight angle. هنستكمل في الليسون ده another 2 types of angles. أول نوع عندي الـ Vertically Opposite Angles الـ VOA، وممكن نقول عليها برضك الـ Opposite Angles. يعني لو قلت Opposite Angles تفهم منها اللي هي الـ Vertically Opposite Angles، وممكن نقول عليها برضك الـ Vertical Angles. يعني لو جات لك كلمة Vertical Angles أو Opposite Angles هي الـ Vertically Opposite Opposite Angles. تعال نفهم إيه هي الـ VOA أو الـ Vertically Opposite Angles. لو انت عندك 2 straight lines زي دول كده، عندك AB straight line وعندك CD straight lines، الاثنين حصل لهم intersection at point M، هيحصل ايه؟ هتلاقي عندك 4 angles ظهروا لك. طيب هنفرض ان الانجل دي كده الميجر بتاعها 70 degree. الستريت لاين AB هيعمل لي انجل اسمها straight angle، اللي هي كل دي straight angle. لما دي تكون ستريت انجل ودي 70 ديجري يبقى دي هتبقى كام؟ اللي بقى الانجل سي ام بي هتبقى كام؟ يبقى الميجر بتاع الانجل سي ام بي ده هيكوال معاك 180 ديجريز ماينس كام؟ ماينس ال 70 ديجريز اللي هتكوال 110 ديجري. يبقى دي كده 110 degree. طب تعال نشوف الستريت لاين سي دي، ادي الستريت لاين ده. الستريت لاين ده المفروض ان انا عندي كل دي كده دي ستريت انجل. يعني ايه ستريت انجل؟ يعني المفروض الميجر بتاعها 180. طيب لما يكون دي 110 ودي كلها 180 يبقى الميجر بتاع بي ام دي هيكوال ايه؟ يبقى الميجر عندي بتاع الانجل اللي هي بي ام دي ده هيكوال معايا 180 هيبقى ماينس ال 110 اللي هو هيكوال معاك كام؟ 70 ديجري. يبقى دي كده عباره عن 70 ديجري. طيب تعالى شوف، ارجع تاني للستريت لاين اللي هو الاي بي، الاي بي ستريت لاين، هتلاقي ان الانجل دي كلها 180 عباره عن ستريت انجل. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الانجل دي عباره عن 180 هيبقى ماينس الايه؟ ماينس ال 70. يبقى انا عندي الانجل، يبقى الميجر بتاع الانجل اي ام دي هيكوال معايا 180 ديجريز ماينس كام؟ ماينس ال 70 اللي هتكوال معايا 100 اند كام؟ اند 10. يبقى الانجل دي كده 100 اند ايه؟ اند 10. طيب ايه اللي انت ملاحظه بقى دلوقتي؟ ملاحظ ان الانجل دي اللي هي بي ام دي بتساوي الانجل دي سي ام اي، وبتلاقي ان الانجل اي ام دي برضك بتيكوال الانجل سي ام بي. وهو ده الهدف من الايه؟ من السيرم اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللي هي ايه؟ ان انت عندك اي تو انجلز هيبقوا قدام بعض، هيبقوا اوبوزيت اتش اذر، جايين من انترسكشن لتو ستريت لاينز، هيبقوا ايه؟ هيبقوا ايكوال تو اتش اذر. ادي الاثنين دول ايكوال والاثنين دول ايه؟ ايكوال. نيجي نشوف التعريف. التعريف مهم؟ التعريف مهم، هيجي لك في الكومبليت، يبقى لازم تحفظه. If two straight lines intersect، لو انت عندك two straight lines والاثنين حصل لهم intersection، يعني الاثنين حصل لهم تقاطع، then the measures of each two vertically opposite angles، الميجر بتاع اي اثنين angles opposite to each others مالهم؟ are equal. طيب نيجي الاول اكزامبل. اكزامبل 1، ان ذا اوبوزيت فيجر، في الفيجر اللي انت شايفه ده، ايه الجيفن اللي عندي؟
اي دي ستريت لاين، ماله؟ معمول له انترسكشن مع البي اتش ستريت لاين. طب فين؟ في بوينت اسمها ام. ادي الاي دي ستريت لاين اهو زي ما انت شايفه اهو. طيب فين البي اتش؟ البي اتش اهو، تمام. مالهم؟ ادي البوينت، معمول لهم انترسكشن في البوينت ايه؟ في البوينت ام دي. طيب انت عندك، خد بالك، طالما عندك تو ستريت لاين معمول لهم انترسكشن، يبقى انت عندك فور انجلز، كل تو انجلز اوبوزيت ايتش اذرز هتلاقيهم ايكوال لايه؟ ايكوال لبعض. بيقول لك فايند ذا ميجرز اوف ذا انجلز ماركت باي كويتشن مارك، هات لي كل الانجلز اللي عليها الايه؟ العلامه دي. طيب تعال نشوف مع بعضينا. اول حاجه عندي هتلاقيه مديك انجل 28 ومديك انجل 115. اول ما عينك تروح على المساله اللي زي دي، يعني انا اول ما عيني دخلت على المساله على طول جبت الايه؟ الاي دي. هلاقي ان اول واحده تجيلي هي دي. ليه؟ لان دي كلها 180 وعندي دي وعندي دي، يبقى فاضل دي، سهل ان هي تيجي. يبقى الميجر بتاع الانجل اي ام بي هيكوال معايا ايه؟ هيكوال معايا 180 اللي هي الانجل كلها، هيبقى ماينس ماينس ايه؟ هيبقى ماينس الانجل دي بلس الانجل دي، هيبقى ماينس 28 بلس 150 اللي هي هتيكوال 180 ماينس، هيبقى 143 اللي هي هتيكوال معانا 37 ديجريز. يبقى انا عندي دي كده 37 ديجري. طيب لما هتيجي تبص بقى هتلاقي ان الانجل دي والانجل دي الاثنين فيرتيكالي اوبوزيت ايه؟ اوبوزيت انجلز. يبقى الانجل دي والانجل دي الاثنين اوبوزيت انجلز. يبقى سينس الانجل اي ام بي اند الانجل دي ام اتش ار vertically opposite angles، then measure بتاع الانجل اي ام بي بيكوال الميجر بتاع الانجل دي ام اتش، يبقى then الميجر اوف ذا انجل دي ام اتش هيكوال معاك 37 ايه؟ ديجريز. يبقى دي بردك هنا كده دي 37 ديجريز. طيب خد بالك الانجل اي ام اتش والانجل دي كلها اللي هي بي ام دي بردك الاثنين دول فيرتيكالي اوبزيت انجلز، يبقى المفروض الميجر بتاع الانجل دي هيكوال الميجر بتاع الانجل ايه؟ دي. هنكتب نفس الكلام بردك، نقول سينس الانجل اي ام اتش اند الانجل بي ام دي ار فيرتيكالي اوبوزيت انجلز، then the measure of the angle A M H هي equal معايا measure of the angle B M D، ده معناه then the measure of the angle A M H هي equal احنا لسه جايبينها اللي هي 28 plus 115 اللي هي 143 degrees. انا عايزك تتعلم ازاي تكتب السوليوشن بتاع اي اكسرسايز في الجيومتري، لازم تكتبه كده سينس زين. هتلاقي عندك حاجات جيفن، هتقول سينس ان كذا وكذا بيبقوا كذا مثلا، يبقى زين كذا. دي الطريقه اللي هتكتب بيها الايه؟ السوليوشن. لازم تتعلم ازاي تكتب السوليوشن بالطريقه دي عشان كل ستيب من الستيبس ديت هتاخد عليها درجات.
ما ينفعش انا كده مثلا اجي بعيني واقول اه دي vertically opposite angles يبقى دي 37. ما ينفعش تقول له مثلا كده على طول يبقى هنا الميجر اوف دي ام اتش 37. عرفت ازاي؟ لازم تكتب له سنس ان دي ودي opposite angles، يبقى زين دي بتيكوال دي، يبقى زين دي 37. ما ينفعش تحلها بعينيك وتيجي تقوم كاتب على طول الحل. دي البروسيديورز اللي هتكتب بيها دايما الحل في اي مساله جيومتري. تعالوا نشوف مجموعه اكسرسايزز على الفيرتيكالي اوبزيت انجلز. In each of the following figures, if AB straight line intersecting a CD straight line في بوينت اسمها ايه؟ اسمها M. Find the measure of the required angle under each figure. طيب انا عندي الفيجر اهو، هو هنا بيقول لي الاي بي ستريت لاين، ادي الاي بي اهو معمول له انترسكشن مع السي دي في بوينت اسمها ايه؟ البوينت ام اهي. هو عايز الميجر بتاعت الانجل اي ام سي، ادي اي ام سي. وانا داخل على المساله شايف ان انا عندي في عندي تو انجلز جيفن، وملاحظ ان الاي ام سي دي اوبوزيت لمين؟ للدي ام بي، لان ادي التو ستريت لاينز اهم والانترسكشن هنا، يبقى دي قدام مين؟ قدام الانجل دي كلها. يعني معنى كده ان الاي ام سي هتيكوال معايا ال 45 بلس ال 25 اللي هي الايه؟ اللي هي ال 70. طيب اهم حاجه دلوقتي نعرف ازاي نكتب الكلام ده بستبس سليمه عشان توضح ان احنا فاهمين جيومتري صح. يبقى هنقول سينس الاي بي ستريت لاين انترسكتد سي دي straight line بت equal m، يبقى then الangle AMC and الangle DMB are vertically opposite angles. ده معناه ايه؟ ده معناه then measure of the angle AMC بيكوال معايا الميجر بتاع الانجل DMB. يبقى so الميجر of the angle AMC هيكوال معانا ال 45 بلس 25 اللي هتكوال 70 degrees. نيجي اللي بعد كده. في الاكسرسايز ده هو عايز الميجر اوف ذا انجل دي ام اي اللي هي دي كلها. طب لما تيجي تشوف انت عندك منها حته، انت عندك منها البي ام اي ايكوال 70، يبقى انت عايز مين؟ يبقى انت عايز دي بس. لو جبت دي تعملها اديشن على دي تطلع اللي انت ايه الانجل اللي هو عايزها. طب لما تيجي تبص بعينيك هتلاقي في انجل قدامها الدي ام بي دي اوبوزيت لمين؟ للاي ام سي. يا يعني معنى طبعا الاثنين opposite each others، يبقى برضك دي ايه؟ دي برضك 50 ايه؟ 50 degrees. يبقى انت عندك 50 و70، يبقى الانجل اللي هو عايزها سوري الميجر اوف ذا انجل اللي هو عايزها دي ام اي هتيكوال معانا 100 اند ايه؟ اند 20. اهم من الكلام ده نعرف ازاي نكتب الكلام اللي احنا بنقوله ببقنا ده. هنقول سينس ان الاي بي ستريت لاين intersected a CD straight line in a point called M, then the angle AMC and the angle DMB are VOA angles. ده معناه then the measure of the angle AMC بتيكوال الميجر بتاع الانجل دي ام بي. يبقى انا عندي الميجر بتاع الاي ام سي بتيكوال الميجر بتاع الدي ام بي، يبقى زين الميجر اوف دي ام بي هتيكوال معايا كام؟ 50 ديجريز. 50 ديجريز. طب احنا عايزين مين؟ عايزين الدي ام اي. طيب سينس الميجر بتاع الدي ام اي ده بيكوال ايه؟ بيكوال الميجر بتاع الدي ام بي بلس الميجر بتاع البي ام اي، هيكوال الميجر بتاع الانجل
دي ام بي بلس الميجر اوف ذا انجل بي ام اي اللي هو هيكوال معايا كام؟ هيكوال معايا 50 بلس 70 اللي هتيكوال 120 degrees. يبقى ال دي ام اي 120 degrees. اهم حاجة تاخد بالك ازاي تكتب السوليوشن وما تزهقش وانت بتكتب، يعني ما تعملش سكيبنج للخطوات، يعني ما تجيش تكتب ال A B straight line intersected C D straight line equal M وبعد كده تنط يبقى الميجر ايكوال الميجر. لا، خدها واحدة واحدة. يعني ايه المشكلة لما اكتب الانجل دي بتيكوال الانجل دي يبقى الميجر ايكوال ايه الميجر؟ خدها واحدة واحدة. تعال نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. هو هنا عايز الميجر اوف ذا انجل بي ام دي، بي ام دي. طيب دي اوبوزيت لمين؟ للاي ام سي. يبقى انا لو جبت الاي ام سي يبقى انا حليتها. طيب الاي ام سي ديت خد بالك السيمبل ده معناها ان الاي ام سي بيكوال الاي ام بي. طب ايه اللي جيفن عندي؟ انا جيفن عندي حاجه واحده بس في الميجرنج، ان السي ام اي ايكوال كام؟ ايكوال 90. وعندك حاجه ثانيه، عندك ان كل دي ايكوال كام؟ 180. يبقى لما تكون دي كلها 180 ودي 90 يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان الاي ام سي والاي ام بي الاثنين دول مع بعض بيكوالوا كام؟ هيعملوا معاك 90. طب هما دول الاثنين 90 والاثنين ايكوال تو ايتش اذرز، يبقى كل واحده بكام؟ يبقى 90 اوفر 2، يبقى كل واحده عندي 40 كام؟ 45. طب دي 45 يبقى اللي قدامها مطلوبه كام؟ يبقى اللي احنا عايزينها هتبقى كام؟ هتبقى 45. طيب تعالى نشوف هنكتب الكلام ده ازاي. انا عندي اول حاجه ان دي عندي ايه؟ عندي 90 هنا، يبقى سينس الميجر اوف ذا انجل سي ام اي ايكوال 90 ديجريز، والميجر بتاع الانجل اي ام بي، اي ام بي ده بيكوال كام؟ 180. ده ستريت ايه؟ ده ستريت انجلز، كل دي ستريت انجل ودي كده 90. ده معناه ايه؟ زين الميجر بتاع الانجل اي ام بي بلس الميجر اوف ذا انجل اي ام سي اللي هي دي بلس دي هيكوال كام؟ 180 ديجريز ماينس ال 90 ايه ديجريز اللي هو هيكوال ال 90 ديجريز. يعني دي كده ودي كده الاثنين دول مع بعض بيعملوا 90 ديجريز. طيب هنقول بقى سينس ان الميجر اوف ذا انجل اي ام بي بيكوال الميجر اوف ذا انجل اي ام سي. ليه؟ هو مديها لك جيفن، يبقى نكتب هنا كده جيفن. هو مديني الايه؟ المعلومه دي. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الميجر اوف ذا انجل اي ام سي هيكوال ال 90 اللي احنا جبناها من شويه اللي هي المجموع بتاع التو انجلز اوفر ايه؟ اوفر 2، يبقى ايكوال 45 ديجريز. يبقى انا جبت دي 45 ديجريز. هنيجي بقى نقول سينس الاي بي ستريت لاين intersected CD straight line in a point called M. تمام؟ then ال angle AMC and ال angle BMD are VOA angles. تمام؟ يبقى then ال measure بتاع ال angle BMD دي بيكوال الميجر بتاع الانجل اي ام سي، يبقى زين الميجر بتاع الانجل بي ام دي المطلوبه هتيكوال معايا كام؟ 45 ديجريز. يبقى كده احنا خلصنا الاكسرسايز ده. الاكسرسايز زي ما انت شايف انت سهل بتجيب السوليوشن بعينيك، سهل جدا تجيبه وتعرف الانجل ايكوال كام. لكن الاهم من كده ازاي تعرف تكتب الستبس بتاعت السوليوشن. درب نفسك ازاي تكتب الستبس دي. اهم حاجه ان انت تعرف ازاي تكتب السوليوشن، درب نفسك عليه اكتر من مره وما تعملش سكيبنج للخطوات.
النوع الاخير عندي من الانجلز اللي هو الاكيوميليتيف انجلز ات ا بوينت. يعني انت هيكون عندك بوينت زي البوينت ام كده، البوينت دي هتلاقي عندك مجموعه انجلز حوالين البوينت ام دي. كلمه اكيوميليتيف يعني جاي من اكيوميليشن، يعني التراكم، يعني الانجلز دي كلها متراكمه في البوينت ام، والمفروض ان الاكيوميليشن بتاعها بيديك 360 ديجري. هنا التعريف بتاعنا الديفينيشن مهم، مهم عشان هيجي لي في الكومبليت. بيقول لي the sum of the measures of the accumulative angles at a point is كام؟ 360 degree. زي بالظبط اللي هي زي الديجري بتاعت زي الريفلكس عندي. يبقى خد بالك، خدنا قبل كده الكومبلمنتري انجلز، اول ما تسمع كلمه كومبلمنتري يجي على طول ايه؟ يجي في دماغك على طول 90. اول ما تسمع كلمه سبلمنتري يبقى 180. اول ما تسمع كلمه اكيوميليتيف انجلز يبقى يجي على طول في دماغك 360. يعني هنا الميجر بتاع AMB بلس BMC بلس CMD بلس AMD كل ده 360 degrees. طب نيجي نشوف اكزامبل. بيقول لي هنا in each of the following figures find the measure of the required angle under each figure. طب نيجي نشوف اول فيجر. الفيجر ده ايه اللي عندي جيفن؟ عندي ال AMC equal 150، وعندي another given اللي هو AMB. ال AMB دي 90 degree. طيب يبقى انا عايز ايه دلوقتي؟ يبقى انا عايز هو عايز الميجر بتاع BMC. BMC انت واضح عندك ان ايه؟ ان 3 انجلز دول ار اكيوميليتيف انجلز. يبقى عندي البي ام سي هيكوال 360 ماينس ايه؟ ماينس ال 90 بلس ال 150. يبقى هنقول ان الميجر اوف ذا انجل بي ام سي هيكوال 360 ماينس الميجر اوف ذا انجل AMC plus the measure of the angle AMB اللي هت equal معايا 360 degrees minus ال 150 plus ال A plus ال 90 اللي هت equal 360 degrees minus كام؟ هنا هيبقى 240 degrees اللي هت equal 120 degrees. يبقى كده الميجر بتاع البي ام سي ايكوال 120. نيجي اللي بعد كده، عايز الميجر بتاع السي ام دي. سهله برضك، مدي لك دي جيفن 110، دي جيفن 45، دي عندي ايه؟ 90 ديجريز. واضح ان الفور انجلز دول ار اكيوميليتيف انجلز، يعني السميشن بتاعهم كله هيكوال معانا 360. يبقى ال CMD هيكوال 360 ماينس الاديشن بتاع الايه؟ بتاع التلاتة. هنا since الانجل AMD and الانجل AMB and الانجل BMC and the last angle CMD are accumulative angles, so the measure بتاع الانجل CMD اللي هو عايزها هي equal معايا 360 minus ال summation بتاع 3 angles دول minus 110 plus 45 plus 90 degrees اللي هت equal 360 minus 110 plus 90 عندي 200، وهنا 45 بقى 245 اللي هت equal معنا 115 degree. طيب نيجي اخر واحدة، عايز هنا الانجل
ال A M B عايز دي. طيب هو بيقول ايه اللي جيفن عندي؟ دي كلها 140 ودي كلها 50 ودي 100. طيب الاثنين دول كام؟ يبقى الاثنين دول مع بعضيهم هيبقى 360 ماينس الاديشن بتاع 3 انجلز دول، بتاع الميجر بتاع 3 انجلز دول. وبعد كده لما يجي يعملوا ديفيجن باي 2 يديك الانجل ايه؟ يديك الانجل دي. يبقى هنا عندي سينس all the angles around point M are accumulative، يعني ده معناه يعني كل ال point كل ال angles اللي حوالين ال point دي كلهم accumulative، يبقى ال addition بتاعهم كام؟ 360. so their measure is 360 degrees. then the measure of the angle AMC هي equal معايا 360 minus 140 plus ال 50 plus ال 100 اللي هت equal 360 minus 290 يبقى هت equal معانا 70 degrees. ده معناه then the measure of the angle AMB هت equal 70 over 2 which is 35 degree. الاكسرسايز اللي بعد كده find the measure of the angle AMD، عايز AMD واضح قدامك ان الفور انجلز دول دول اكيوميليتيف، يعني ال 90 وال 54 وال 86 بلس الاي ام دي هيكوال معايا 360. ده معناه ان الميجر اوف ذا انجل اي ام دي هيكوال معايا 360 ديجريز ماينس الميجر اوف ذا انجل اي ام بي plus the measure of the angle BMC plus the measure of the angle CMD اللي هت equal معنا 360 minus 90 plus 54 plus 86 اللي هت equal 360 minus 230 degrees اللي هت equal معانا 130 degree. نيجي اللي بعد كده find the measure of AMD. طيب انت عندك هنا ايه اللي given؟ عندك 110، عندك 70، عندك 2 angles الاتنين دول equal. يبقى انا عندي الميجر، يبقى المفروض يبقى ال AMD plus BMC هيكوال 360 minus ال 70 plus ال 110 since the angles around point M are accumulative. Then the measure of the angle AMD plus the measure of the angle BMC هي equal معانا 360 minus 110 plus الـ A plus الـ 70 اللي هت equal 360 minus 180 هتاخد 100 and H. وانا عندي خد بالك ان ال AMD المفروض ان هي بتيكوال ال BMC، يبقى so الميجر بتاع الانجل AMD هيكوال 180
divided 2 which is 90 degrees. يبقى الميجر بتاع AMD هيكون معنا ايه 90 degree. اللي بعد كده عايز الميجر بتاعت الانجل BMD، عايز دي كلها. طيب الانجلز دي كلها اكيوميليتيف، يعني ال A M D هنا الميجر اوف ذا انجل A M D هيكوال معايا 360 ماينس كام؟ ال 120 ديجري اللي هتيكوال 240 ديجريز. طب دول كلهم 240، يبقى الواحدة منهم بكام؟ يبقى ال B M C بكام؟ يبقى الميجر of the angle B M C هيكوال 240 divided 3 which is 80 degrees. يبقى ال B M D ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال B M C plus ال C M D والاتنين قد بعض، يعني ال measure of the angle BMD هي equal 80 degrees times 2 which is 160 degree. اخر حاجة عندنا في الليسون الانجل بايسيكتور. ايه هو الانجل بايسيكتور؟ تعال نشوف الديفينيشن بتاعه. It is the ray، يبقى هو ray that divides the angle into two halves two equal angles in measure. يعني عندي الانجل بتاعتي A M C، الانجل A M C ديت اللي هي دي كلها خارج منها ري اسمه M B. الري M B ده عمل ايه؟ خرج من المنتصف بالظبط، عمل تنصيف، يعني خلى ال C M B بتيكوال ال B M A، وبنقول عليه ان ال M B ري بايسكتس الانجل A M C، يعني عمل بايسكشن للانجل دي. يعني هنا since M B ray bisects the angle A M C then the measure of the angle A M B هي equal معانا the measure of the angle B M C اللي هو هي equal half the measure of the angle A M C. نيجي للاكزامبل اللي بعد كده. In the opposite figure ال AC straight line اللي هو ال AC straight line ده intersected BD straight line، ادي ال BD straight line اهو، in a point called A called M. ومديني طب يعني two intersected straight lines، معنى كده ايه؟ يبقى انت هتلاقي عندك vertically opposite angles. طيب وبيدي لك الميجر بتاع الانجل BMC، ادي BMC equal 100 and 20. يبقى على طول دي كده opposite angle ديت، يبقى دي برضه كل دي اللي هي ال A M D 100 and كام and 20. ومديني ان ال M E bisects ال angle A M D. find the measure of E M C، عايز E M C، عايز كل دي. تمام. طيب انت عندك دي كده 100 and 20 ودي كده اوبزيت انجل ليها، يبقى دي كلها كام؟ 120. طيب ال ام اي بايسكت ال اي ام دي، يبقى دي كده 60 ودي كمان ايه 60. طب دي كلها كده ستريت انجل، يبقى لما تكون دي 60 و60 يبقى دي كمان ايه اللي هي 180 ماينس 120 يبقى بردك ايه 60. يبقى كل دي اللي هو عايزها هتبقى 100 اند كام اند 20. تعالى ما نشوف هنكتب الكلام ده ازاي. هنقول since ان ال بي ام سي الانجل بي ام سي اند الانجل اي ام دي ار في او انجلز، يبقى then الميجر اوف ذا انجل اي ام دي هي ايكوال معانا 100 اند كام اند 20. ده معناه ان الميجر بتاع الانجل اي
ام دي هي ايكوال 120 اوفر 2 اللي هي كام؟ اللي هي 60 ديجري. وخد بالك دي كلها عندي ستريت انجل. سينس اي ام سي از ستريت انجل زين السي ام دي هي ايكوال 180 degrees minus 120 اللي هي ايكوال 60 degrees. يبقى عندي دي 60 ودي 60 على يبقى الاثنين مع بعض كام 120. زين الميجر اوف ذا انجل اي ام سي هي ايكوال 60 بلس 60 اللي هي 120. طيب نيجي بعد كده بيقول لي in each of the following figures عندك ال MC bisects the angle AMD. Find the measure of the required angle under each figure. هو هنا بيقول لي ال MC ال M عندي دي بوينت بت belongs to the AB straight line وعندي ال MC ده bisects the angle AMD. يعني دي كده ال angle دي زي الانجل دي بالظبط. هنا عايز الميجر اوف دي ام سي دي ام سي عايز دي. هنا هنقول سينس الانجل اي ام دي والانجل دي ام بي ار سبليمنتري so الميجر بتاع الانجل AMD هي ايكوال معانا 180 minus ال 45 اللي هي هت ايكوال 135. يبقى دي كلها AMD 135. طب ال MC عندك بي بايسكتس AMD يبقى سينس MC ray bisects الانجل AMD then الميجر اوف ذا انجل CMD هي ايكوال هاف الميجر اوف ذا انجل AMD. يبقى then الميجر اوف ذا انجل لو عايزها اللي هي DMC هت ايكوال هاف times 135 اللي هي equal معانا 67 and half degree. الاكسرسايز اللي بعد كده هو عايز ال measure of the angle EMB EMB هو عايز دي ومديني بيقول لي وعندي في ال given ان ال MC ray بي بايسكتس اي ام دي. طيب الام سي راي ده بي بايسكتس اي ام دي. طب دي 50 يبقى دي برضه كمان عندي ايه 50 ودي ايه ودي 90 يبقى دول ايه يبقى دي اكيوموليتيف يبقى دول كلهم اكيوموليتيف انجلز. يبقى البي ام اي هت ايكوال 360 ماينس السميشن بتاعهم كلهم. يبقى هنا سينس الام سي راي bisects الانجل A M D then الانجل الميجرمنت اوف ذا انجل C M D هي ايكوال الميجر اوف ذا انجل A M C هي ايكوال 50 degrees and all the angles around point M are accumulative. Then the measurement of the angle BME is equal 360
ماينس السميشن بتاعهم كلهم اللي هو 110 بلس 50 بلس 50 بلس الايه بلس ال 90 اللي هي هتيكوال 360 ماينس 300 اللي هتيكوال 60 عندك ديجري. اخر واحد عندنا الام سي بيبايسكتس اي ام دي، يعني دي كده ادي دي كده. طب عندك دي رايت انجل، يبقى دي كلها رايت انجل، يبقى كل واحده من دول 40 ايه 45. هو عايز بي ام اي، عايز بي ام اي، هو عايز دي. طب دي 45، طب دي اوبوزيت ليها، يبقى دي بردك 40 ايه 45 ديجري. تعال نشوف هنكتب الكلام ده ازاي. سينس الميجر of the angle E M D equal 180 degrees and the measurement of the angle E M A equal 90, then the measurement of the angle A M D equal 90. A M D هي equal معي A equal 90. وعندك ال M C by bisects A M D. And since ال M C ray by bisects ال angle A M D يبقى then ال angle D M C ال measurement of the angle D M C هي equal half ال measure بتاع الانجل AMD اللي هو هي ايكوال هاف تايمز ال 90 اللي هو هي ايكوال ال 40 ايه ال 45. طيب وعندي التو ستريت لاينز دول، دول بعمل لهم انترسكشن في ام، يبقى سينس الدي اي الدي اي ستريت لاين انترسكتد السي بي ستريت لاين in a point M، يبقى then ال angle EMB هت equal معنا ال angle DMC، يبقى so the measurement of the angle BME اللي هو عايزها هت equal معنا the measurement of the angle دي ام سي اللي احنا لسه جايبينها ب 45 اللي هتيكوال معانا 40 ايه 45 ديجريز. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 2 في يونت 4. يا رب تكونوا فهمتوه كويس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب عشان تتابعوا معانا بقيه المنهج ان شاء الله.